السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا في الفيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو اخوتي غادي نشوفوا واحد اللايف ديال ساريكول مع اللانجري وشوشو. كتقصف ندى حسيب بخصوص الصالون ديالها، ف يعني غادي تنتقدها بخصوص ان ما عندهاش ديبلوم وحال صالون ومهم بزاف ديال الحوايج. فقط خصكم انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر باش تسمعوا مزيان شنو كتقول ساريكول، فما خلاتش ليها. كنتمنى اخوتي لكم مشاهده طيبه. بلا ما نوصيكم انكم توضعوا لايك، كذلك اللي ما مشاركش مرحبا به باش يوصلوا اي جديد. ونخليكم دابا مع هذا اللايف. شفتي داك خطنا اللي صايبت لها ندى الحسين؟ ها ويلي كيف جابتها كتخلع. اش صايبت ليها؟ قالت لك ميك اب ارتست، درت لها الميك اب ترابي. كيفاش ميك اب ترابي؟ زعما دارت لها التراب لوجهها؟ ما شفتش راه راجلت دارت لها التراب فوق عينيها. ديك الشيء عرف حال الوائيه ديك لا بانتور عرفتي هذيك كيجي راني عارفه الله نجري راني عارفه خليني نتنض الله نجري. دابا انا بغيت نوجه واحد الهضره لندى الحسين. ملي انت كتحلي الحلاقه على الاقل سيري قراي عليها. واش انت ما كتعرفيش حتى شنو هي لابروس ديال الشعر وديال سكان الشعر وديال ديال تحت باغا دير الحلاقه؟ لا 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 ماشي هيدا كيمكن واقيلا قاسم عبال ديالها ناقص مغربي زائد خبزة يعني عاود ديك الفلوس اللي عطيت لهم الخدمة باش جيت صدقة زي فيها قابلة انا بيدي. رشيد وما عندهاش ديبلوم. واش انا بعدا في المغرب ما فهمتلكمش القوانين ديالكم. اوروبا الا مشاو دخلوا عليك لشي حانوت مثلا، الا انت عندك الحلاقة ولا مطعم وما عندكش ديبلوم مشيتي فيها 10 ولا 20 بالمليون ديال البروسي اللي كيديروا لك وكيسدوا لك المحل. المغرب مع الدولة راه انا ما فهمتش المغرب كيفاش كيتمشى من حق له من هبه ودبه وتبه كينوض يفتح حلاقه وينوض يفتح مطعم. بزاف هادشي. واش انت كتجيبي الناس كتلعبي ليهم في وجوههم وتعلمي فيهم ماشي حشومه؟ سيري خسري على راسك واحد مليون وعاد تكون المهني ديال الحلاقه في المغرب رخيص رخيص بزاف. شحال عندكم اخويا تكون المهني ديال الحلاقه في المغرب رشيد؟ تكون مهني مليون ونص. شحال 6 شهور؟ لا فيها اش كيقولوا لا 8 شهور. 8 شهور؟ اه. ايوا مزيان الانسان يمشي يخلص مليون ونص ويمشي يقرا على الحلاقه وعاد يفتح صالون. انت غادا فاتحه صالون كتنقزي بسليبك معلك نضربوه في الحيط يلصق وتجيبي الناس تلعبي فيهم حشومه. انا ما نبغيش نمشي عند كوافوره تلعب ليا في وجهي. انا فاش مشيت للطبيب نولد سمحوا لي غنخرج شويه على الموضوع اقسم بالله العظيم وربي الشاهد جابوا لي وحده باينه فيها غير من الشوفه باينه فيها غير ستاج. نط قلت لهم يا اما غتجيبوا لي الفرمليه ديالي اللي جايبه هنا 20 عام ويخدم عندكم في السبيطار ولا غنعيط لكم من المخزن. طيروا ديك اختنا في الساعه في السويد وجابوا لي فرمليه اللي عندها ليكسبيريونس فرمليه اللي دار 20 30 عام وهي خدامه مع الحاملات فاش كيجيبوا ولدها. ماشي يجيبوا لينا وحده كدير 16. داكو شنو بان لك رشيد انت فاتش؟ اتفق معك كامل في فاتش هذا اللي قلتي عندك الحق ماشي غير يجي وكوز. امها الله يستر يا ربي داك الشقفه الله يسمح لي يا ربي تطلي وتقابل البنت الصغيره غحشاني فيها كالقواده في داك الصالون. فيما دير الاخرى شي فيديو سمعوا صوت القواده غا حشين يفهم باقي لها يومين وتموت. يا ربي السلامة انا بعدا تفقصوني اقسم بالله العالم. عندكم تقولوا راني كنحسد انا الحمد لله مشروعي ها هو شهر وانا شهر وفراق رمضان كله وانا واخدة الراحة والاستراحة. دابا هي ماشي كتقوم مع بعضيها مثلا هذا ما عرفش شي كتكون ضروري مثلا مع بس تغسل على الخدامة ودي عينو تشوف شنو كاين فهمتيني. يما هي مولات العقل امها مولات العقل امها مولات العقل الاخرى فاش كان فاش حبلات ما كانش عندها العقل. راه عندها العقل راه حبلت ولدت راه ام هذيك راه هذيك ماشي وحده عندها 7 سنين راه عندها 24 عام ولا 22 عام راه الدم كتهبط معها انفو كتبدا تجيك لا ريكل انفو راه كتحسب عليك الطايره والنازله والهابطه والطالعه. فاش كانت كتقول انا كنت كنستحمر الشعب مالها ما دخلتش وقالت لها ابنتي مسحي الفيديو عندك تبارطاجيه
الحمد لله ما درتش اللايف ودرت وجلست ديك الكلمه باش نقولوا حق اللايف سرقوه وطلعوه، درت فيديو بجميع قواها العقليه وحواسها الخمس. امها الشقفه العدروسه كانت في الكوزينه وهي دايره فيديو في الصالون حيت الصوت ديال ماتي تسمع، ما قلت لهاش لا اش كتخوري حماره، مسحي ديك الكلمه، عاودي الفيديو قولي فيه كلام ما تقوليش كنستحمر الشعب. هذه قالت لها قولي باش ديري البوز. سير سير فري فري عندك الحق. النفاق شوف اخويا رشيد، انا اقسم بالله العلي العظيم كتبقى فيا ديك البنيه ما كتهلا فيها. حنا نقولوا حنا ما تنشوفوهاش، يعني تقدر تكون كتهلا فيها في الخفاء بالحق قدام الناس في السوشيال ميديا، راها مكرفصه على داك البنت ما كتهلا فيها. لا حنان للام لا حنان للاب. شو انا مثلا انا تحرمت من الحنان ديال الوالدية، يكذب عليك الكذاب يقول لك لا خصك باش تعطي الحنان يكون ديجا عطيناك الحنان. انا تربيت بلا حنان ديال الماء وديال با شي بضروري. وانا فاش كنت حامله اقسم بالله وهاد الناس اللي كيتفرجوا هاد 6000 علي 7000 اللي كيتفرجوا، فاش كنت حامله بنتي انا كنت كنقول عباد الله مين غنجيب الحنان باش نعطي لهاد البنت وانا ما عنديش الحنان، انا ما عنديش الحنان. فاش ولدت هيا رشيد وربي اللي شهد عليا وغدا العيد الله يطول لكم في عمركم، ما عرفتش انا منين جبت داك الحب وداك الحنان اللي كنعطيه دابا لهاد البنت، ما فهمتش ما عرفتش. حيت انا ما عطونيش الحنان فاش كنت صغيره، ما عرفتش كيفاش انا عندي كنحنس بنتي وكنسيس معاها ونتصور نابولي كبيده. وي قولي قولي لنا شحال الفلوس فتخات منك الحسي فاش مشات عندك لطنجه؟ ما فتخص مني حتى حاجه، مشينا عندنا واحد ديت جوج وداك الايفون الاخر شحال شريتي؟ الفلوس ديال النزار 300 ديري كاس الزعيم خويا. هل عطيتي النزار؟ عملنا اشهار اشهار مسويانا وندى ونزار فهمتيني، يعني هما عملوا كوم ديال اشهار شان واحد السيده. وشحال دا نزار؟ داو جوج وما بيناتهم بجبيهم، وانا ديت جوج ولكن نزار دا سنادر. لا هادشي ديال هادشي ديال السوشيال ميديا فيه الفلوس، وانا جالسه هنا كنبح فابور واش وين وانا جالسه كنبح هنايا بوحدي لا ريال لا جوج درير، وانت ما كتدخلوا في الفلوس مورا ظهري. طبيرا الاشهار نورمال، انا بيديك ندير الاشهار بثلاثه بربعه ما شتيهاش. صح هادشي ديال انستغرام فيه الفلوس، انت ما كديروا الفلوس وكتاخذوا الفلوس مع عند الناس وانا كانصه. لا هادشي اوفر، لا هادشي اوفر بصح بصح هادشي اوفر. نهضروا في المنطق، انا شهر كامل وانا طالعه في لايف مع صاري كل كنبح وكنتغاوت القرجوطه ديالي نشفت ابتسام حبي كنشوفك القرجوطه ديالي نشفت ابتسام حبي وهما كيدخلوا في الفلوس طلع ابتسام المؤمني وين وانا جالسه كنغوت فابور كيحسب لي الشفا ما فيهش الفلوس تكتك 3 مليون في سيمرا ديك باراكا. لا ضروري انا خاصني نكمل 100 كا وضروري خاصني ندير اعلاناتكم التجاريه دوزو عندي الخاص بحالي بحالكم بحال غيطه خاطر بحال طاريكون بحالك حتى يطنجر قتلتيني بالضحك. غتكوني انت ابتسام انت ابتسام دخلتي الفلوس من السوشيال ميديا ما تقوليش ليا اكيد بدا لاباس عليكم باش كتعاودوا ساره لاباس عليك لاباس ربي يخليك وين انا كنبح فابور ممكن اختي كاين الفلوس.